مامته ولا مرته فين هي تبقى الام؟ وعلاش علاش ما يحبوش بنات الفاميليا؟ علاش كي تضيع طفله فيه يروح ويخليها يخير عليها طفله خامجه عاهره ما تسواش؟ وعلاش يحبها لختو يرضى لختو يسمعها هكا؟ لا 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 بيحسوش ما عندهمش قلب. يوم نحكيكم حكاية على طفلة اسمها رانيا. هاد الطفلة الله يبارك زين وعطالة الحمد لله بنت فاميليا ايشي جون بون فامي. عالول ذات بلا عقل ذات بقدر وحب وباهتمام ما كاش واحد كان يهتم فيا كيما هو فارس. ما راح تدير والو.
احتك ربي سبحانه. تلعب ببنات الناس، ببنات الفاميليا تلعب بيهم. مش راك تحس روحك كي درت هكا؟ مش راك تحس روحك كي درت هذيك الهضرة وجرحت طفل حباتك؟ مش راك تحس؟ مازالك تحس روحك راجل؟ غمض عينيك وروح قدام المرايا وشوف كيفاش كنت ليامات الاولين. تفكر الولود اللي مهدتها بيهم، تفكر الاهتمام اللي كنت تعطيه لها ومحرمتهاش منك، تفكر كيفاش طيحتها فيك ودارت فيك النية، تفكر كيفاش حسيتك باباها اخوها كل شي في حياتها. ودك حل عينيك، برافو عليك. لأن بشري بلا مشاعر، بلا حيواني، بلا حيوانية، حتى حيواني حيوانية ما تزعهاش. علاش سكينة حاجة؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.